سلام الحبايب ديولي، الحبايب المشاهدين ديولي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، صحتكم مزيانه ان شاء الله يا ربي. وديما كنقول لكم حتى يدخل رمضان، يدخل عليكم رمضان بالصحه والهنا وطول العمر. تصوموا وليداتكم وجيرانكم وحبابكم واللي عزيز عليكم كامل ان شاء الله يا ربي. في هذه العواشر تدخل عليكم بالصحه والهنا، نتمنى لكم الخير اخوتي. ايوا الله يهدي هذوك الناس ديال اليوتيوبر اللي مدابزين واللي مقاتلين، الله يهديهم في هذه العواشر. والله العظيم ملي كنشوفوا الفيديوهات وكنشوفوا داكشي اللي خاطرنا كيضرنا، ايوا الله يهدي كل واحد اخوتي، ندعو ليهم بالهدايه والله يحنن القلوب. والانسان يشوف راسه صافي، يعني مقلق يسمح ويخلي بنا خلي بدل بساعه اخرى. هذا الشيء اللي كاين اخوتي والله العظيم. هذا الفيديو ديال اليوم اخوتي اش باش نقول لكم، حطيت هاد الغديوه هكايا، جيت من الخدمه، بنتي جات من الخدمه، حطيت هاد الغديوه. قلت علاش انا ديما كنشارك معاهم حتى نكون كنطيب اللحم ولا الدجاج ولا الحوت، لا خصني نشارك معكم كل شيء اليوميات ديالي، شنو كنتغدى وشنو كنتعشى. يعني قررت نبقى نحط لكم اي حاجه كنشاركها معاكم. والله اخوتي لا قلتها لبنتي، قالت لي اه ماما شاركي معاهم كل شيء. انتم اخوتي هذه الغديوه بنتي، هذه وهذه، على حقاش بنتي ما كتبغيش البصاره، ما كتبغيش البصاره، قالت لي ماما دير لي ديك الشيعه خفيف. قلت لها اوكي. ايوا الحبايب ديالي درت لي هاد البطيطه هادي مسلوقه وعليها شويه ديال المعدنوس، وهذا اخوتي هذا الزرع، القمح، القمح كنصوبو ليها كيعجبها، كتاكلش الخبز، كتاكلش الخبز، هذا كتاكلو بلاصه الخبز، ماشي ما كتاكل الخبز، غير حيدات الخبز وصافي حيداتو. وهنا اخوتي هاد عندي في البويضات بلديين، معاهم البصله الحمراء محكوكه، معاهم الثومه، معاهم شويه ديال المعدنوس وشويه ديال اليازير. ايوا خوتي، وشحرتهم ليها ودرت ليها عليهم بويضات بلديين، ودرت هاد الزويتنات هادو حتى هما بلديين ديال البلاد، ديال بلادنا من الجبل. ايوا خوتي هم غادي غديوتها هادي اخوتي. كنت درت البيصاره ديك النهار، البيصاره الحبايب ديالي، كنت درتها ودرت بزاف. ايوا خشيتها في الفريكو الصباح ملي كنت غادا نخدم، جبدتها. ايوا جبدتها انا الحبايب ديالي وسخنتها. دابا شوفوا كي دايره، شوفوا هذا مزيناتها. قلت انا بغيت البيصاره شهيتها، دابا انا غنتغدى هاد الغديوه وهي غتغدى هاد الغديوه. ايوا الحبايب ديالي هادشي اللي كتب الله كنشاركوه معاكم، وقبلوا علينا وقبلوا على غديوتنا. والخبز ديال الدار راه مازال ما عجنش، ها جايبه خبيز عيم من السوق، واخا ما تيعجبنيش الخبز ديال السوق، انا الخبز ديال الدار هو عقلي. والله الحبيب ديالي الخبز ديال الدار هو عقلي. ايوا واش غنديرو؟ عندنا ما نديرو، الظروف، الظروف حكمت. الانسان عاوتاني يخدم ويجري ويجري، وهاد الحد هذا والله الا جاني العكز، اجاني العكز وخدمت في الصباح، داك الشيء علاش ما عجنتش. وانا موالفه كنعجن، دابا رمضان جاي غنعجن واحد العجنه، واحد العجنه قدا قداش. ايوا يا خوتي، ونخشيها في الفريكو، نبقى كل عشيه نجبد خبيزه ديالي باش ندوز رمضان بالخبيز ديال الدار. اما الملوي وداك الشيء ديال الحريره وهادي ما كنديرش، ندير في الثلاجه كنطيب ديك الساعات ملي كنجي من خدمتي، كنطيب الماكله ديالي انا وبنيتي وكنفطروا، كنطيبوا كل شيء ديك الساعات. بنتي كدير حاجه وانا كندير حاجه، ونصاوبوا الطويبله ديالنا بحال هاد الطويبله هادي هانتوما كتشوفوا، ونجلسوا نفطروا. ايوا خوتي، ونمشيو نطلبوا الله يسمح لينا ويغفر لينا يا ربي هادشي اللي كاين. دابا خوتي غندوز لكم العصير، هاد العصير اخوتي راه ما فيه لا بنان لا حتى حاجه، هذا العصير ديال الخضر عندي فيه. دابا نشاركوا معاكم، دابا باش نقول لكم شنو عندي فيه. عندي فيه خزو والخيار والبربه، وواحد الراس ديال الكرافس،
واحد الليمون لتشين وحده، وعندي واحد النص ديال الحامضه، وعندي فيه شويه ديال القرفه، واحد شويه قطره ديال الزهر. السكر ما كنديرش فيه بزاف باش ديك الحلاوه ما صالحاش. والله اخوتي اللي كيجي على مزيناته تيجي واعر والله العظيم. الا كيجي شحال نقول لكم، تيجبد المعلقه المهم. شوفوا اخوتي كي كيجي، شوفوا تبارك الله، هانتوما شوفوا كيجي. وكنطحنوا بالماء، بالماء ديال القرعه ديال الحانوت، ماشي الماء ديال الروبيني. اشاكم عارفين الماء ديال الروبيني اخوتي راه فيه الكركير. هانتوما شوفوا هذا راه ما فيه لا بنان لا تفاح لا حتى حاجه، فيه الباربا. الباربا ماشي مسلوقه، الباربا خضراء، خيزو خضر، الكرافس خضر، الخيار، كل شيء فيه خضر. هانتوما شوف طحنا غير بالليمون والماء، واحد شويه ديال الليمون والماء. خليك انت هنا واحد شويه ديال الليمون والماء فقط، هادشي اللي كاين. ايوا هاد الفيديو غنخليه لكم هكا، غنقول بنتي عا حطيه ليا وصافي. وهاد الزرعه اخوتي راه صحي، هاد الزرع صحي، كنقادو نصاوبو نحطو ليها في الثلاجه. راه عندي، راه هو عندي دابا نوريه لكم، جبتو معايا من البلاد. ايوا الحبايب ديالي هادشي اللي كاين. هادو جبتهم لبنتي، كتبغيهم مع هاد البطيطه، كدير واحد شويه، ما كتبغيش دير داك الزيت وداك الشيء في هاد البطاطا. كدير ماما نسلقها مليحه وليها بزار، وندير ليها واحد شويه ديال داك لاصوص، كتجيها زوينه. ايوا ها نتوما ها اللي كاين هو هذا. ايوا خليكم معايا نمشي نوريكم المناظر ديال الربيع اللي لاض لينا برا. واحد المنظر عندي من الباركو واعر اخوتي، غزال غزال غزال. يلا خليكم معايا، انا رجعت من الحبايب، انا خرجتكم. شوفوا المناظر، شوفوا المنظر، شوفوا المنظر كي داير. شوفوا اخوتي ونشارك معكم ثاني. شوفوا اللي ملي كديروا القهوه ديك اللي كيبقى في الترمو ما تلوحوهش، اللي عنده الحبيقات. شوف انا عندي هاد النعينعات هنايا، تنخوي عليهم هاد القهوه. هانتوما تنخوي عليهم القهوه باش كيطلعوا واعرين. والله الا خوتي عندي هاد الجريده هنايا، عزيز عليا هادشي. شوف شوف على منيدار، عندي من هنا منيدار واعر. شوف على منيدار الربيع تبارك الله، ان شاء الله يا ربي قبل ما يدخل رمضان غنعيط على صحاباتي الا بغاو نهبطو نجلسو نديرو شي عشيه لهيه، ونديرو اتاي ونشارك مع الحبايب ديالي. شوف منيدار واعر، والجو زوين، الجو شويه ما باردش ما سخونش. الله العظيم اخوتي والحبايب ديالي، بغيت عا نشارك معكم هذا الشيء ديال ام شيماء. كنشر هنا فاش كيكونوا البرد كنشر من داخل، ملي كيكون الصاد كنشر كنشر برا، وملي كيكون الصاد كنشر من داخل في ديك النشاره. ها انتم شوفوا البحر كي داير، شوف البحر واعر. ها انتم الشعله وريدات وعلى داك الشيء زوين تبارك الله. ايوا اخواتي بغيت نشارك معكم هذا الشيء، ونقول لكم يعطيكم الستر ويعطيكم الصحه والهنا. وملي كتخضر هاد الدنيا شحال كتزيان، الله يجعلها يا ربي تكون خضره ايامكم ديما وبالصحه وبطولة العمر يا ربي. نتمنى لكم الخير والتيسر. هاد الجهه تاع حنا عندي دابا هنايا هاد السكينه جاتني زوينه. شوفوا هاد كيصاوبوا الباركين ديال الدراري تبر، الخطوريه زوينه، واخا عايشين شويه الريح سمحوا لي. شفتوا على منيدار ديما بنتي كتقول لي ماما عندك التليفون يطيح لك، تنقول لها لا ما تخافيش. هانتوما خوتي، ايوا خوتي شحال نقول لكم، هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم. نتمنى يعجبكم، ونتمنى تدخلوا تشوفوا لي القناه ديالي، تشاركوا معايا ونعلي خطيكم، الله يخليكم صحيحتكم، الله يطول لكم في العمر. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، كنشكركم كنشكركم. واخا يكون عندي عجز الناس كنشكرهم، واللي دخل جديد كنشكرو، واللي كيشوفها اليوم ما كيدخلش عندي حتى هو تنشكرو. والله اللي خطيكم عليا والله يطول لكم في العمر يا ربي. وشكرا شكرا للحبايب ديالي اللي خطيكم عليا. يلاه سلام عليكم، تن فيديو جديد ونهار جديد، وانا معاكم وانتم معايا دائما ان شاء الله.